بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص انا جيت اهوت. خلاص طبعا بعتذر عن التأخير. شوف بس اللايف لقط ولا لسه. خلاص كده احنا طلعنا. المفروض نستنى بس ثواني كده بس الناس اللي تدخل معانا. معلش بس بعتذر عن تأخير اللايف. المفروض اللايف كان ميعاده 10، الساعة دلوقتي 10:30، بس كنت برا ولسه راجع فالطريق كان زحمة. بس مساء الفل يا رب. هنستنى بس مع بعض دقيقتين كده بس على ما الشباب يدخلوا. طبعا الحصة اللي فاتت احنا اتكلمنا عن الستاتيكال سيستم، وقلنا باختصار الموضوع بيمشي ازاي والفروق بين الانظمة الانشائية وازاي تختار النظام الانشائي المناسب بحيث انها تبقى تحقق عامل الاقتصاد وعامل الامان للمنشأة وكده. في تمام، بدأت الناس تدخل برضو والعدد بيزيد اهو. اللهم صل على سيدنا محمد. النهاردة هتبقى أول حصة معانا، هتبدأ الناس تطبق، فهيبقى معاكم يومين بعد الحصة دي بإذن الله، عشان هيبقى في تطبيق على اللي احنا هنقوله ده. الناس هتاخده وتطبقه، والناس برضه تبدأ ترفع شغلها، ولو في حاجة وقفت معاهم يبدأوا يسألوا على الجروب، مفيش مشكلة. طبيعي لو حاجة وقفت معاك عادي، يعني انت أول الموضوع اتعامل معاه أول مرة، فطبيعي انك ايه زي السواقة كده، لو بتسوق عربية لأول مرة مش هتبقى، يعني هيبقى في أخطاء هتقابلك وكده. فالموضوع محدش يتضايق يعني يزعل لو حاجه قابلته وما عرفش يعملها، يسال عادي على الجروب واحنا هنجاوبه ان شاء الله. هنعمل ايه النهارده المهندس حسام؟ احنا النهارده هنقرا المشروع اللي معانا المعماري، اللي هو قلنا هيبقى عباره عن دور وشقه وملحق. طبعا الثلاث ادوار هيبقوا مختلفين في التقسيمات المعماريه عن بعض، فاحنا هندخل 3 دي اكس اف للايتابس. ودي كانت من الحاجات النقاط اللي اتسالت فيها كتير، ان انا لو عندي اكتر من، ما عنديش مثلا متكرر، لا انا عندي اكتر من دور عايز ادخلهم كلهم مع الايتابس. تمام، هنعرف ان شاء الله الحاجات دي بتتم ازاي. اللي هيتم النهارده ان احنا هنبدا نقرا المعماري، نعرف ازاي نحط الستاتيكال سيستم بتاعنا للمنشا ده، بحيث ان انا ما يظهرش عندي عمود مثلا حاطه تحت في ركن الغرفه اطلع فوق الاقيه في نص الغرفه. هنعرف نعمل الموضوع ده ازاي بسهوله، وهنبدا نعمل الدي اكس اف بتاع الايتابس. تمام، فنبدا كده بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. تمام كده الناس خلاص كلها تمام. ماشي، الصوت كويس صح؟ الصوت والصورة كده كويسين. تمام، يبقى احنا اول حاجة قلنا ان احنا هنبدأ نقرا الملف المعماري اللي معانا. انا مثلا معايا قطعة ارض صغيرة زي دي، عبارة عن عرض 11 في طول 30. تمام، ومعايا بعد كده معماري الاول، ده الدور الاول، وبعد كده معايا ايه الملحق اللي فوق. فهنبدا اول حاجه معانا، انا دلوقتي لما اجي اقرا المعماري، قبل بس ما نيجي لحته ازاي نقرا المعماري، الناس اللي كانت بتسال على يعني ايه ارتداد ويعني ايه صامت. معظم المباني في السعوديه او دول الخليج ما بيبنوش على الصامت. تمام، يعني ايه برضو على الصامت؟ ان انا بيكون عندي هنا في جزء تاني من الارض بيحصل فيه ارتداد، يعني ده كده حد الارض. تمام، بتلاقيه واخد 1.70 متر وبدا يبني زي ما انت شايف كده، فبتلاقي ان هو ساب 1.70 متر في الارض وبدأ يبني. برضه هتلاقي ايه هنا ساب 1.70 متر وبدأ يبني، كل ده فراغ. تمام، ده سور وده حد المنشأ، فده فراغ. بيجي بعد كده بيسيب من على الشارع حوالي 6 متر عشان يبقى باركنج للعربيات بتاعة الدور الارضي والدور اللي فوق. تمام، ده يعني ايه ارتداد. اما الصامت اللي هو بيبني على ايه حد الارض، ده كده باني على حد الارض، مش سايب مسافة بينه وبين حد المنشأ. نفس الموضوع هنا، كل ده على الصامت على حد الارض، لكن لما بتسيب مسافه بين حد الارض وحد المبنى ده كده اسمه ارتداد. ده عشان بس الناس اللي سالت يعني ايه ارتداد ويعني ايه صامت. طبعا الناس اللي في السعوديه اللي معانا عارفين الموضوع ده. هي دي بتبقى شروط بلديه يعني زي المجمع العشرية كده في مصر. فاحنا دلوقتي هنبدا نقرا معانا المعماري. لو جينا خدنا الشكل ده
انا اول ما باجي اقرا دلوقتي عندي فين المدخل، انا بشوف اول ده الباركنج اهو بتاع العربيه، لو جيت بصيت هتلاقي ان هنا في جدار سور فاصل بحيث ان يبقى في مدخل تاني للشقه اللي فوق لحالها، ولما اجي ادخل من هنا هلاقي هنا ادي طرق التوزيع، بدخل الاقي على اليمين مجلس رجال، في وشي كده في هنا حمام، بعد كده بدخل من الباب ده الاقي هنا معايا مجلط، المجلط دي اللي هي زي صاله طعام تمام، وبتبقى دايما قريبه من المطبخ. لما بتيجي تفتح بعد كده الباب ده هتلاقي عندك مطبخ، ولو جيت بصيت انا هنا شفت ده مدخل، لو جيت بصيت هتلاقي بتمشي من هنا تدخل ده كده مدخل النساء، النساء بيبقى ليها مدخل والرجال ليه مدخل، ده كده تدخل مدخل الرجال، اما النساء بتمشي المسافه دي وتبدا تدخل من هنا تمام. هتيجي بعد كده تلاقي معاك هنا المطبخ بحمام، طبعا ده منور عشان يهوي المطبخ والحمام، ومعاه برضو غرفه النساء هتتهوى. بعد كده عندي صاله 5×74، بعد كده ادخل الاقي عندي هنا مغاسل، وبعد كده في هنا حمام بيخدم على غرفة النوم وغرفة النوم دي تمام. يبقى انا عندي غرفتين نوم ورا معاهم حمام بمغاسل، عندي هنا دي صالة، عندي غرفة النوم او مجلس نساء حسب الملك هيستخدمها ايه، وفي الغالب بتبقى مجلس نساء. ده كده بالنسبة ان انا ازاي ده الدور الارضي مكوناته. لما اجي اطلع فوق انا هدخل كده تمام، هو هيركن هنا العربية بتاعته اللي هو الملك اللي فوق، ممكن يبقى الدور الاول والتاني نفس الشخص، او ده شخص والشخص التاني مأجر فوق، فحسب. دلوقتي ده سور فاصل بحيث ان اللي بيدخل هنا ملوش اي علاقة باللي هيدخل دلوقتي من هنا، ده ركن عربيته خلاص ونزل طلع على الدرج. بعد ما بيطلع على الدرج بيجي معايا ندخل هنا الاقي على الشمال مجلس رجال، وهنا في عندي مغاسل بحمام، ببدأ بعد كده عندي طرقة 1.20 متر تدخلني على الصالة، وفي منها فتحة عندك فتحة تدخلك على المجلط تمام. بعد كده بتلاقي عندك هنا حمام بيخدم على الصالة والمجلط، طبعا ده منور. بعد كده بيحط هنا ده المطبخ 3×5، بعد كده عندي غرفة نوم، دي طرقة توزيع تدخلك على غرفة نوم غرفة نوم غرفة نوم، وتلاقي هنا حمام بيخدم ايه على المنطقة بتاعت غرف النوم دي. بعد كده بيبدأ يكمل على الدرج، بتلاقي عندك هنا ملحق، الملحق ده عبارة عن غرفتين، غرفة نوم وصالة وحمام، ومعاه برضو ايه المنور. ده كده بالنسبة للمنشأ اللي احنا المشروع اللي احنا هنشتغل عليه. المشروع ده هنصممه بالإيتابس والسيف، وهنحمل له حصر كميات باستخدام الريفت، هيتعمل له نمذجة، وهنبدأ نسلح العناصر دي على الريفت، ونبدأ نحصر لها الخرسانة على الحديد. هيبقى إن شاء الله مشروع من A to Z، وهنرسم المخططات برضو الإنشائية اللازمة لتنفيذه. فخلينا بس ناخد الموضوع مرحلة مرحلة. أنا دلوقتي قريت المعماري تمام، دلوقتي عايز أحط الاستاتيكال سيستم. طبعا عشان دلوقتي احط الاستاتيكال سيستم زي ما قلنا ان انا بحاول ادور على حاجه قليله، يعني التكلفه بتاعها قليله وفي نفس الوقت المنشا امن، يعني ما اقللش التكلفه وقع المنشا، الاتنين مع بعض في كفه ايه متوازيه، ده زي ده الاتنين نفس الاهميه بالنسبه لي. فانا دلوقتي علشان ابدا احط استاتيكال سيستم، انت لو جيت بسيط هتلاقي ان معظم البحور بتاعه الغرف، اكبر غرفه ممكن تكون دي اللي هي غرفه الصاله 74×5، فدي تمشي سوليد سلاب عادي جدا ومفيش فيها اي مشكله تمام. لو جيت بصيت برضو على الدور اللي فوق هتلاقي ان اكبر غرفة هي الغرفة دي برضو 74×5.5، فدي تتعمل سوليد سلاب مفيش فيها اي مشكلة، ممكن نبقى نعمل لها حجاب او فواتير على الجوانب مشاطيف، بحيث برضو ايه تساعد معاك في ان بحر البلاطة يبقى ايه يبقى قليل شوية، دي بتتعمل في التنفيذ وبنبنيها برضو على المخطط. فانا شايف دلوقتي ان المنشأ ده سوليد سلاب فيها هتبقى كويسة وقليلة التكلفة في نفس الوقت تمام، والمنشأ هيبقى آمن. طبعا في بقى مالك ممكن يجي يقول لك، مع ان البحور هنا صغيرة، يقول لك لا انا عايز المنشأ كله هردي، بحجة ان هو مثلا بيبقى عنده في الليين في السقف، فلو حد مشى فوق في الدور اللي فوق لو حد ماشي ما يبدأش يسمع اللي ماشي فوق. السعوديين كتير بيطلبوا الموضوع ده، يبقى عنده باكات صغيرة ويقول لك لا انا عايز المنشأ كله هردي. فاحنا خلينا دلوقتي هنعرف كل ده برضو في موديل بعد كده في اخر الكورس، هيبقى فيه بلاطه هوردي 1 واي و2 واي، وبلاطه سوليد سلاب، بلاطه فلات سلاب، بلاطه بانل دي بيم، هيبقى موديل كده فيه حوالي 5 انواع بلاطات، هنبدا نعرف برضو ازاي نصممه. بس خلينا الاول في المشروع بتاعنا. انا دلوقتي علشان ابدا اعمل الاستاتيكال سيستم، او ان انا اول حاجه برص الاعمده، علشان اضمن ان انا لما اجي ارص الاعمده ان ما يحصلش عندي مثلا ضرب العمود ما يبقاش تحت في ركن غرفه ويطلع فوق في نص غرفه، بنبدا نعمل الخطوات التالية بالترتيب كده. اول حاجه ابدا انظف المعماري من الدايمنشن اللي عندي، يعني اخد الدايمنشن دي وابدا انظفها. طبعا انا مش همشي على واحد واحد واقعد اعلم اقول له ديليت، لان هم حتى لو جيت خدتها بلاير ايزوليت مش هتلاقيهم على لاير واحده، هتلاقي مثلا في عندك خطوط المنور، هتلاقي في خطوط جدران،
فاحنا هنروح جايين مستخدمين امر فلتر اف اي مسطره، هنعمل اد سيلكت اوبجكت، هنعلم عليه وهنمسح كل ده ونسيب الاوبجكت دايمنشن بس، هنقول له ابلاي وهقف عليهم هما التلاتة كده واتك مسطره واقول له ديليت. هتلاقي كل الدايمنشن اللي عندك راحت والخطوط عادي زي ما هي بتاعت المناور او بتاعت الجدران. تاني حاجه، انا العربيه دي مش لازماني خلاص، دي مش محتاجها. الاسامي اللي تحت دي برضو ما اناش محتاجها، مش محتاج ده، هعملها بلاير ايزوليت. هسيب بس اللي فوق عشان ابقى عارف فين الحمام او فين المطبخ. تمام. بعد كده حد الارض، باخد فلت من هنا لهنا واخد فلت من هنا لهنا، ده كده بالنسبه لي مش معايا في المنشأ لان ده ارتداد. اخد برضو فلت بده وامسح الخط ده، ده كده بالنسبه لي حد المنشأ، ده مش موجود معايا، ده مش موجود. هبدأ برضو اخد فلت ده مع ده، طبعا ده البروز اللي فوق، ده كده بالنسبه لي الحد المنشأ بتاع ايه الدور الارضي. هنيجي بعد كده على اللي فوق، ده معانا موجود وده خلاص موجود. طبعا دي السطرة، فهنقوم رايحين جايين قافلين ده. هبدأ اشيل السطرة دي، ده برضو مش معانا كده بالنسبة لي. ده كده مسطح البنى للدور الملحى، مسطح البنى للدور الاول، مسطح البنى للدور الارضي. هبدأ بعد كده عشان قلنا ان احنا نضمن ان الاعمده ما يبقاش فيها تضارب، هعلم على معمار الدور الارضي وابدا اديله لون وليكن اللون الاصفر واقول له اعمله لي بلوك واسميه رقم واحد. تمام. هنقول ريديفاين، ده كده بالنسبه لي بلوك رقم واحد. هقف على ده واعلمه وهديله اللون الاخضر واقول له بلوك سميه لي رقم اتنين. تمام. هقف على ده واديله اللون مثلا السيامي ده واقول له بلوك وخليه رقم تلاتة. يبقى انا دلوقتي عندي كل واحد من دول بقى بلوك، ده بلوك، ده بلوك، ده بلوك. تمام. هبدا بعد كده ابدا ارسم عمود بره اقول له ريكتانجل. احنا هنفرض ان الاعمده المبدئيه معانا 20 في 50، فهنقول له 20 في 50. هنبدا بس ندي العمود ده على لير الكولم ونبدا نعمل لها هاتش. انا بفضل نوع الهاتش اللي هو السوليد. تمام. حسب بقى انت عايز تعمله ايه. وهندي لللير ده اللي هو هاتش. تمام. ده كده بالنسبه لي عندي ايه العمود. ببدا اخد الثلاث ادوار، الدور ده والدور ده والدور ده، من نقطه ثابته. النقطه الثابته لو انت لاحظت هتلاقي المنور متكرر معاك في الثلاث ادوار، فهقف من هنا اخده من المنور اروح احطه هنا، واخد ده واروح احطه هنا. انا كده طبقت الثلاث ادوار على بعض. لو الموضوع هيبقى ملخفنك شويه ابدا ايه ابعد ده وخلي الدورين دول على بعض، وبعد ما تحط الأعمدة ابدأ وديها على الملحق وتشوف ايه اللي ممكن تغيره. هنعرف دلوقتي ان الأعمدة معانا بتبقى بلوكة، فانا لو غيرت هنا العمود اوتوماتيك هيتغير هنا من غير ما اروح ارجعه تاني. هنشوف ده دلوقتي. فانا دلوقتي بالنسبة لي عندي دورين دولت، الدور الارضي والدور الاول، متطبقين كده على بعض. هبدا اعمل العمدان ازاي؟ انا لو جيت وقفت على الاصفر ده، بالنسبه لي الاصفر هو الدور الارضي، الاخضر هو الدور الاول، متفقين؟ بمعنى اللي مكتوب فيه تكست هو الدور الاول اللي هو الاخضر ده، ده الدور الاول، الاصفر ده هو الدور الاول. هبدا اشتغل على الاعمده ازاي؟ قلنا ان احنا اول حاجه بنبدا نحطها هي اركان المنشا والسلم. تمام. فانا لما اجي احط الاعمده هاخد ده كده معايا، لو جيت وقفت هنا هلاقي ان الدور الارضي ده جدار وهنا برضو ده جدار. بس شوف الدور الاول مفيش هنا جدار، فالعمود في الحاله دي لو جيت انا حطيت العمود ده كده هتلاقي العمود ده في الدور الارضي مفيش مشكله، مدفون فين؟ في مجلس، مدفون في الغرفه اللي تحت. بس هتيجي فوق في اللي احنا منورينه بالاخضر ده هتلاقي العمود زي ما انت شايف كده، العمود بارز. فانا في الحاله دي هقوم رايح جاي لافف في العمود بامر الروتيت واخده كده موف واحطه كده. في الحاله دي انا لما اجي اقف على الخط الاصفر ده هلاقيه اهوت اللي هو بقى داش معايا ده مدفون في الجدار عادي، ولو جيت وقفت على الاخضر هلاقيه مدفون في الجدار عادي. ده كده بالنسبه لي وضع العمود، وكده يطلع في الدورين مظبوط. تمام. هاجي بعد كده عندي الركن ده والركن ده. طبعا قلنا ان احنا دلوقتي العمود ده لو انا جيت حطيته كده بالشكل ده هيبقى معايا في الدور الارضي مدفون، بس لو جيت شفته في الاخضر، الاخضر اهوت هتلاقيه بص بارز. فانا لا هقوم رايح جاي لفه ومخليه هنا. تمام. هاجي بعد كده ده عندي هوت السلم. في ناس تقول لك ايه انا هحط العمود هنا. طب استنى يا باشمهندس، انت دلوقتي لو جيت دخلت على الدور الارضي، لو انا جيت دلوقتي نورت المنشأ بتاع الدور الارضي هتلاقي حد الارضي اهو، انت العمود ده كده خلاص ده في الشارع، ده بروز اساسا. فانا لا اخد العمود ده انقله احطه هنا.
تمام. لو جيت برضو وقفت هنا هشوف حد المنشأ في الدور الارضي، هقف على اللون الاصفر هتلاقيه اتنور معاك اهوت، وابدا اخد العمود احطه على نهايه اللون الاصفر اللي هو ده اللي هو حد الدور الارضي، لان ما ينفعش العمود تحطه هنا. العمود لو اتحط بالشكل ده يبقى انت كده خلاص العمود ده بره اساسا المنشأ، لكن ده بروز، ده بروز في الدور الاول. دي فكره انك بتطبق الاتنين على بعض. لو انا جيت وقفت هنا، انت دلوقتي العمود ده عايز تحطه هنا تمام، انا دلوقتي ممكن احطه كده وممكن احطه كده. فلو جيت بصيت لا ما ينفعش يتحط كده، ليه؟ لان الجدار بتاع الاخضر هو ماشي كده بس ما فيش جدار اخضر تاني هنا، فهتلاقي العمود بارز في الدور الاول، فلا العمود هيمشي زي ما هو كده بنفس الاتجاه ويتحط ايه رأسي، لان العمود لو اتحط افقي هتلاقيه بارز في الدور الاول اللي هو اللون الاخضر. خلينا بس حافظين الاخضر هو الاول، الاصفر هو الدور الارضي. هبدأ بعد كده عايز احط انا برضه عمود هنا عشان يبقى انا كده قفلت باقية الدرج. لو جيت وقفت هنا ده الجدار اهوت مفيش مشكلة فيه، ولو وقفت على الاخضر هلاقي ان حد الجدار هنا. ففي الحالة دي ان انا هبدأ الف العمود واحط الجدار كده. هبدأ بعد كده معايا عايز برضه احط عمود معايا هنا او هنا. دلوقتي انا لو جيت وقفت على الاخضر ده دلوقتي عندي اهوت الجدار، ده كله جدار وده جدار، ولو وقفت على الاصفر ده جدار وده جدار. فانا ممكن اخد العمود ده واحطه هنا كده. لو جيت نورت على الاصفر هو خلاص في حد ده هنا في ركن المنشأ، ولو جيت هنا هتلاقيه برضو ايه مدفون في الجدار اللي عندي تمام. خلينا نكمل بس ايه بقيت اركان المنشأ الاول بعد كده ندخل جوه. هقوم رايح جاي حاطط عمود هنا، هنا العمود ده هتحطه كده صح، ولو حطيت العمود ده كده برضو صح تمام. بس انا دلوقتي اللي هيحكمني ان انا لما احط عمود تاني هنا هلاقي ان البحر ده بتاع الكاميرا ده صغير، والبحر بتاع الكاميرا ده لما اجي نحط عمود هنا هتلاقي البحر ده كبير. فانا في الحالة دي يبقى يفضل عندي ضرب العمود يكون في الاتجاه ده بحيث يقلل معايا بحر الكاميرا تمام. فانا هقوم رايح جاي واخد تاني عمود هنا في ركن المنشأ ده. العمود اللي هنا يتحط رأسي ولا افقي؟ يعني انا لو حطيت العمود بالشكل ده لو جيت بصيت هلاقي ان اللون الاصفر العمود برز منه تمام، فده خطأ ما ينفعش العمود يبرز من ايه. المالك هيجي يقول لك ازاي عندي عمود، ازاي عندي الركبة دي في الغرفة، فلا العمود دلوقتي في الحالة دي هيتلف. هنعمل له الروتيت وناخده نلفه ونحطه كده تمام. ممكن بعد كده ده الدور الارضي، ممكن تحط هنا عمود دور ارضي فقط وينتهي معاه. وممكن الحل التاني ان انا اسيبها واطلع ده كابولي، وفي نفس الوقت كده يبقى انا وفرت عمود وقاعدة، وده بيبقى افضل لان ده بيبقى جار فهتعمل قاعدة جار وشدات، وممكن قاعدتين يدخلوا على بعض فتلاقي انك عملتها مشتركة. فانت لا ريح نفسك وخلي دي ايه تمشي كابولي. عندنا برضو حتة كده نستنى نبدأ بقى نخش برضو في الركن بتاع الدور الارضي. انا عندي دلوقتي ده الجدار بتاع الدور الارضي وده الجدار بتاع الدور الاول، فهقوم رايح جاي واخد العمود ده لو حطيته بالشكل ده ما عنديش اي مشكله فيه، هلاقيه مدفون هنا في الجدار الافقي وهنا برضو في جدار، وفي نفس الوقت هيساعدني ان هو في امتداد الكابولي تمام. يبقى ده لو طلع كابولي معايا مفيش اي مشكله، وفي اتجاه ضرب العمود برضو الجزئيه دي هتقوم رايح جاي عامل العمود بالشكل ده، هتلاقي برضو ان عندك ده جدار وده جدار، يبقى انت عندك دول الجدارين في الارض وفي الاول، وفي نفس الوقت العمود هيخدمك في اتجاه الكابولي. لما نيجي ننزل على الجزء ده انا دلوقتي عندي لما انا انور الخط الاصفر هلاقي ان الجدار عندي ماشي كده، وده مدخل، ده كله مدخل، يعني مش مينفعش احط عمود هنا، ده كده مدخل النسا. فلما اجي اقف على الاخضر هلاقي ان كل ده جدار، بس لما اقف على الاصفر هلاقي ان الجدار بتاع الغرفه بينتهي هنا وبيبدا بعد كده الجدار من الناحيه دي، واللي هنا ده مدخل فمش مسموح لك تحط اعمده في الجزئيه دي. فانا هاخد العمود احطه هنا في اخر الركن بتاع الغرفه في الدور الارضي لان انا منور دلوقتي الاصفر تمام. اقوم رايح جاي واخد العمود ده برضو وحطه ايه في الركن هنا. طيب يا باشمهندس انا لو جيت نورت الاخضر شفت العمود برز من الحد الاخضر، فبالتالي هو كده في الدور الاول هيبقى بارز عندك، فالافضل ان انا الف العمود بالشكل ده واخده كده. في الوضع ده هتلاقي عندك ان ده الجدار الاصفر هو ده العمود مدفون فيه، ولو جيت شفت الجدار الاخضر هتلاقي برضو ان العمود مدفون فيه تمام. هنيجي بعد كده عايزين نحط عمود هنا. انا اقوم رايح جاي دلوقتي العمود ده لو انا حطيته افقي مش هيفيدني اكتر ما احطه راسي، على الاقل يقلل معايا بحر الكاميرا دي مع الكاميرا دي. فانا هاخد العمود ده احطه كده، ولو جيت لونت على الخط الاصفر هلاقي ده جدار، ولو لونت على الاخضر ده هلاقي ده ايه
جدار كده تقريبا. المنطقة دي ما انتش محتاج فيها أعمدة، محتاج بس نرص الأعمدة على الجنب اليمين ده. فهناخد العمود ده دلوقتي، أنا ممكن أحط عمود هنا وعمود هنا، لأ أنا أحط هنا مثلا على حافة المنور بحيث يخدمك. طبعا كل ده جدار فمش محتاج إن أنا أقعد أبص فوق وتحت، أنا همشي العمود مع الاتجاه. طبعا العمودين دول ممكن يبقوا كده، يعني انت ممكن تخليهم افقي مفيش فيهم اي مشكلة، بس هتقابلك مشكلة هنا ان انت فوق ان الخط الاصفر ده في هنا المفروض في دريشة او شباك هتهوى على المنور، فالعمود ده لو بقى افقي هيقفل لك الشباك. فانت راعي برضو النقط المعمارية دي، ان دلوقتي الغرفة بتاعة المطبخ اللي تحت دي عشان تتهوى هيفتح شباك هنا، العمود ده لو بقى كده نوريها برضو للناس، العمود ده لو خليناه كده هتلاقي دلوقتي ما عادش قدامك غير المسافه الصغيره دي تحط فيها الشباك، فده طبعا ما بيفضلش. هنخلي ايه العمود راسي عشان ايه التهويه عندك ما ايه ما تضربش معاك موضوع الشباك. هيبقى عندك عمود هنحطه بالشكل ده، وتقريبا ده برضو الجزء اليمين خلاص خلص. هنبدا بس ندخل جوه، انا دلوقتي عايز اعملها هنا في الداخل. لما اجي اشوف هنا وعلمت على الاصفر هلاقي ده جدار وده جدار، انا ممكن احط عمود هنا ممكن احط عمود بالشكل ده. فانا لو خليت العمود الافقي ده كده بحيث ان يبقى عندي دي كاميرا تمام، وترمي هنا ويبقى في عمود هنا في ايه بيستقبلها. طبعا برضو هنحتاج عمود هنا، العمود ده ممكن تحطه رأسي وممكن تخليه كده، يعني ممكن نخلي العمود ده كده بحيث ان بحر الكاميرا يقل معانا. يعني انت دلوقتي عندك الكاميرا دي كبيرة اكبر من دي ودي، فخلاص خلي العمود رأسي بدل ما تخليه افقي بحيث ان بحر الكاميرا يقل. استنى مثلا الجزئية دي، الجزئية دي محتاجين فيها أعمدة على الأقل عمودين. فلو جينا شفنا دلوقتي أنا عندي الجدار هنا، في جدار هنا وجدار هنا، ولو جيت وقفت هلاقي جدار هنا وجدار هنا، خلاص فل أوي. يعني أنا ممكن أخد عمود كده وأخد عمود زيه في المنطقة دي بحيث يبقى أنا كده قفلت إيه، لما أجي أخد الباكيات بتاعة الكاميرات هلاقي دي خلاص قفلت باكية. العمود ده ممكن أبقى أمد كاميرا صغيرة هنا وأمد دي عليها وأقفل برضو بيه الباكية دي كده. للسنة أعمدة خلاص كده تقريبا انت خلاص خلصت موضوع الأعمدة. طب أنا عايز أتأكد بقى، تمام أنا عايز أتأكد إن المنشأ دلوقتي برضو مفيش أعمدة إيه حصل لها تضارب. قبل بس هنروح بس نوقع الأعمدة دي على الملحق عشان نشوف ظروفها إيه. فهقف كده على الأعمدة وأعمل لها لير أيزوليت وأعلم عليها وأديها بلوك وأسميها إيه وليكن سي سي. ليه بسمي الأعمدة بلوك؟ هنشوف دلوقتي فايدة إنك تخلي أعمدة المنشأ كلها بلوك واحد. انا لو جيت اخد دلوقتي موف من النقطه دي وحطيتها هنا، لما اجي احط الاعمده على الملحق طبعا ده كله خلاص ده بتاع الدور الارضي والاول، ده دلوقتي الملحق هلاقي ان ده مظبوط ده مظبوط ده مظبوط كل ده مظبوط ده مظبوط حاجه. اشوف ده دلوقتي انت متخيل منظره هيبقى في السطح، هيبقى ده المفروض ده جدار ستره، وبعد كده ده الجدار ده جدار الستره بيبقى حوالي متر ونص او 2 متر، وجدار المنشأ هيبقى حوالي 3 متر 20. فهتلاقي ان العمود ده بارز، ففي الحالة دي بيفضل ان انت تقوم رايح جاي عامل ايه العمود ده. انا عشان اعدل على البلوك بقف على البلوك واقول له كليك يمين ادت بلوك ان بليس تمام، واقول له اوكي. هاخد من العمود ده كنترول سي وهلونه باللون الازرق مثلا وهقول له لفهولي وخليه كده واقول له سيف. لو جيت بصيت هناك هلاقي اللي انا عملته، احنا كنا واخدينه موف للاسف، كنا واخدينه موف. خلينا نعمل اللي احنا عملناه ده تاني، نشيل العمود ده خلاص اهو. قلنا ان احنا لو جينا بصينا على العمود ده وقلنا لو احنا عايزين نخليه افقي، فانا دلوقتي عندي في حل من الاتنين، يا اخلي العمود ده مكمل بالشكل ده تمام واروح عند الدور الملحق الف العمود ده هتلاقيه لافف معاك على مساحة 20 في 20 تمام. وفي الحاله دي ممكن الناس تقول لك طب السنتر مش في السنتر، طب الموضوع كده مش هيبقى صح، ده هيبقى كل الحوار شال 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 الباكيه الصغيره دي وطالع دور واحد ملحق، فالموضوع مش هينتج عنه مومنت كبير قوي عن اللي انت متخيله. والتسليح عادي جدا، يعني انت ممكن تكثف كانات وخلاص، وبعدين هو تلاقيه لافف معاك هنا على كاميرا، في كاميرا تحت هيلف عليه. انت مش عايز ترجع للموضوع ده خالص، انا لو جيت وقفت عملت ايديت بلوك وقلت لا يا عم الحمود ده لفهولي كده وخليه شكله كده تمام، اقول له كلوز، هتلاقي ان العمود اوتوماتيك، العمود ده اوتوماتيك بقى ايه اتحول لهنا. ففكره البلوك عامه باختصار، انا لو عملت المنشا طالما لسه بحط الاستاتيكال سيستم وما اعتمدتش نهائي وما خلصتش المخططات، خليك سايب الاعمده بلوك. ليه؟
لان اي تغيير لو انا غيرته بعد كده هنا في المنشأ ده هيروح اوتوماتيك على بقية اللوح. يعني انا العمود ده لو اديته مثلا اللون الاصفر، تمام، هروح اوتوماتيك هلاقيه بقى ايه على اللوحة التانية لون اصفر. انا مش هقعد امشي على لوحة لوحة اقعد اعدل فيه نفس العمود. فانا لو عندي عمود لقيته متعارض معايا وعايز اغيره، خلاص انا اقوم رايح جاي مخلي العمود عادي، يعني خلينا ده احمر تاني اهوت، ونخلي الحد ده سيماوي زي ما كان. هتلاقي الموضوع بص رجع تاني لاصله. هي الفكرة كلها برضه عشان الناس تبقى واضحة معاها، تعالى ناخد العملية دي بره. لو عندي مثلا عندي مثلا 4 ادوار عليهم الايه ال4 اعمده دول، انا دلوقتي عندي عمود زي ده لقيته ايه معارضني وعايز الغيه خالص، عايز الغي الاعمده اللي في النص دي معرضاني مثلا، وهعمل الجزء ده مثلا بلاطه سين وافل سلاب، تمام. انا عشان اشيل العمودين دول هروح اشيلهم على لوحه لوحه، طبعا ده كله هيهدر من وقتك كمصمم. فانت لما تقوم رايح جاي عامل الاعمده كلها بلوكه، وتيجي تيجي بص بص اداه تشال اداه تشال اداه تشال، وهتلاقي كمان اتشال من هنا وتشال من هنا. انت متخيل يعني انت لما بتعدل على لوحة واحدة لو عندك 100 لوحة عليها 100 لوحة عمدان كل الاعمدة هتتعدل في امر واحد. فدي الفايدة انك تسيب الاعمدة بلوك، فالامر ده مهم جدا، يعني الموضوع بيوفر عليك وقت كبير جدا. فانا دلوقتي علشان خلاص انا دلوقتي رصيت الاعمدة بتاعتي، عايز بعد كده ابدأ بس ايه انسخ المنشأ بس معاهم اهوت من النقطة دي. هبدأ اخد اللون الاصفر ده الاول، ده اللي هو الارضي، وانسخه على مسافة ثابتة 25، واخد الاخضر وانسخه على مسافة ثابتة 50، واخد السيمان ده السيماوي ده واخده على 75. يبقى انا عندي المسافات بين ده وده 25 وبين ده وده 25. اخد الاعمدة اقول له برضو انسخها، ثواني كده هاخد الأعمدة دلوقتي انسخها على مسافة 25 50 75. هتلاقي اوتوماتيك اهي خلاص راحت معانا. انا دلوقتي لو جيت شفت الأعمدة على الدور الأرضي هتلاقي كل الأعمدة مدفونة في الجدران ومفيش عندك عمود بارز في غرفة. لو رحت على الدور الأول هتلاقي نفس الموضوع برضو، مفيش عندك عمود بارز في غرفة. هتروح على الملحق ده جزئية الملحق عندي، مش هتلاقي ولا عمود بارز في الغرفة. يبقى انا كده خلاص اول حاجة ضمنتها ان الأعمدة عندي ما هيش بارزة في اي غرفة، ودي من الحاجات الاساسية انك تراعيها. لان انت لو لقيت عمود المالك لو لقى عمود بارز 10 سنتي هنا في الداخل بيعمل قصة كبيرة. فانت الموضوع ده مهم جدا ان انت ازاي ترص الأعمدة بحيث ان انت تحاول على قد ما تقدر تراعي المعماري. طبعا قلنا ان احنا بنخلي كل دور بلوك. الحاجة التانية الأعمدة، حتة انك تخليها بلوك الأمر ده مهم جدا. وقلنا علشان لو انا حركت عمود مثلا، حركت العمود ده هتلاقيه اتحرك اوتوماتيك في كل اللوح الباقية، تمام. دي فايدة البلوك. فأنا دلوقتي خلاص خلصت الأعمدة. لما أجي دلوقتي بقى أبدأ أقفل الشغل بتاعي عشان أشوف الكاميرات هتمشي إزاي، بحيث إن أنا أبدأ أعمل الدي إكس إف. فأقف على البلوك ده وأفجره، وأقف على ده وأفجره، وأقف على ده وأفجره، طبعا بفجره بأمر إكسبلود. هاجي أقوم رايح جاي شايل الأبواب دي. طب أنا هقعد أشيل باب باب، ولو جيت عملت لاير أيزوليت موجودين على لاير واحدة خلاص، فاشيلهم كلهم، تمام. طبعا برضو الاشكال دي شيلها مش محتاجها، بس خلاص كده هبدأ بقى بعد كده اقفل المنشأ بتاعي. فاقوم راح جاي ماسح ده امر اكستند، وابدأ اقفل ده. طب انا ده دلوقتي محتاجه، يعني انا الكاميرا دي محتاجها، الكاميرا الصغيرة دي. هطلع بص فوق هلاقي ان ايه، ان انت دلوقتي عندك هنا الجدار ده بعيد عن الجدار ده. فانا لو شلت الكاميرا دي خالص ما عنديش فيها اي مشكلة، بحيث ان انا اخف ايه عن النجار. طبعا قلنا دي كوابيل كلها تطلع كوابيل. كان في حل تاني ان انا احط عمود هنا وعمود هنا وعمود هنا واخدها اواعي جار وشدادات، بس لو جيت بصيت المسافه دي لو جبت القاعده دي وعملتها جار مع القاعده دي هتلاقي القاعدتين تداخلوا فمع بعض، فبالتالي هتعمل دي مشتركه ودي مشتركه ودي مشتركه، قصه كبيره كده. انت بقول لك حاول تقلل التكلفه. فانا لو خليت دي كوابيل في المياد وفي السقف مفيش فيها اي مشكله. ده كده بالنسبه للباكيه دي اتقفلت. فاقوم رايح جاي واخد الباكيه دي كمان ابدا اقفلها.
طبعا قلنا في الاستاتيكال سيستم ان انا ما ينفعش عندي الشكل ده، انا كده كمنفذ او واحد خدت الملوحه، ما انا مش عارف مين شال ومين متشال، لكن انا الشكل ده لما يكون عندي خلاص عرفت ان الكاميرا دي هي الكاميرا الرئيسيه وهتبقى شايله الكاميرا الثانويه دي ودي، تمام. فانت لازم يكون الكاميرات عندك كلها متقفله. طبعا انا طول ما جاي واخد دلوقتي ده كده كاميرا، طب انا دلوقتي هقفل دي ازاي؟ انا ممكن امد دي كده وامد دي عليه، مفيش فيها مشكله، تمام. كده كده ده كان طرق. طب انا دلوقتي عندي ده مدخل، تمام. هل اعمل ده كاميرا ساقطه؟ يعني انا لو جيت بصيت على المعماري ده كان مدخل النساء، فلو عملت كاميرا ساقطه هيبان مثلا ايه معاك، لان الباب لسه هنا، الباب هيبقى هنا، فده هتبقى كاميرا ساقطه، فمنظرها مش هيبقى ايه، مش هيبقى لذيذ كده من بره. فانا ممكن عادي اخليها كاميرا مقلوبه. الكاميرا المقلوبه قلنا انها بتبقى خط داش وخط سوليد لو هي على الطرف. انت عموما خلي ايه، خليهم هما الاثنين مقلوبين واديهم لون مثلا وليكن الازرق، عشان يبقى مفهوم ان دي كده كاميرا مقلوبه. هاجي بعد كده اقفل دي. طبعا دي قلنا انت لو عايز تعملها ساقطه مفيش مشكله لو عملتها ساقطه، بس الفكره كلها كمعماريا هيبقى الراجل والنسا داخله من هنا هيبان السقوط ده معاك، فانت قلبها بتطلع تندفن في الجدار اللي عندك ده فوق، مفيش فيها مشكله يعني الحل ده معاك. طب ليه لا يعني، فاهم؟ بحيث انك هتخلي شكل المدخل جميل. بس هنبدا بعد كده نقفل، ناخد ده الدرج ده دلوقتي هيشيله، هناخده من هناك. طبعا ده دلوقتي دي كاميرا، فانت ممكن تسيبها عادي كاميرا ساقطه لان في هنا جدار ممكن تستغنى عنها، مفيش فيها مشكله. انا دلوقتي هاخد الدرج ده. طبعا الدرج هنا للاسف المفروض المعماري بيرسمه لك خط سوليد وخط داش، فطبعا كمان ده شغل اهالي، فما ما بتلاقيش الموضوع زي ما انت متخيل كده. فانت عادي هناخد ده كده وهنديله الخط الداش بتاعنا، تمام. طبعا هنا لسه في بروزات هنعرف نجيبها دلوقتي ازاي. هقفل ده كده، تقريبا المنشأ يتقفل. دلوقتي قلنا ان احنا عندنا في الدور الاول بروزات، تمام. انا ابدا اجيبها ازاي؟ هاخد البلوك بتاع الدور الاول اللي هو ده، انا كنت ناقل الارض على مسافة 25، فراح اقول له 25 هتلاقينا سخالك على ايه، على المنشأ. انا دلوقتي هاجي اعمل لده اقول له سند تو باك من الامر من ده، فهبدأ الاقي ان الاصفر بقى رجع ورا، الاخضر رجع ورا والاصفر هو اللي بقى قدام. دلوقتي عندك ده بروز اهوت، فهتقوم رايح جاي واخد ده كده وتعمل اوفست بوينت 2، ودي كوابيل. خلاص عندك هنا في بروز، البروز ده تاخده كابولي وممكن تسقط عليه كاميرا ساقطه ممكن، بس معماريا هبان معاك من الواجهه هبان دي ساقطه، فانت يفضل لا انا اخدها كابولي، اعملها بلاطه كابولي بحيث ان ايه يبقى شكلها اشيك، تمام. لو جيت ورا مش هلاقي فيه بروز. فاكرين الحصه اللي فاتت لما انا قلت بيبقى عندي جزء على الارتداد، ولما بجي اعمل جزء عندي جزء على الصامت في الارضي وجزء على الارتداد في الاول، فبعمل كاميرا مقلوبه، والحاله التانية كانت بتاعه الرمب، وبرده دي كانت حاله ثالثه هيت معاك ان انت في مدخل ممكن تعملها برده كاميرا مقلوبه. دي الجزئيه اللي انا قلت لكم هتبان معانا اكتر لما نيجي نشتغل المشروع. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي عندي ده الجزء ده كده كله على الصامت، ده على الصامت، تمام. انا دلوقتي دي كاميرا ايه، حد الجدار بتاع الدور الاول هيبقى ده، فانا لو جيت عملت دي كاميرا ساقطه، تمام، عشان انا ده الجدار دلوقتي عايز اشيله، فانا لو عملت دي كاميرا ساقطه هتبان معاك فين؟ في الغرفه. ففي الحاله دي انا لما بعمل دي كاميرا مقلوبه زي الفل جدا وشغاله معايا، فاهمني؟ دي حته الكاميرا المقلوبه لما يبقى عندي جزء على الصامت وبيطلع فوق يرتد، اللي هو هتلاقي الجدار بقى خلاص هنا بقى هنا، ودلوقتي ده في الاول بقى ايه، ده دلوقتي هتلاقي الجدار عندك في الجزئيه دي. فلو عملت دي كاميرا ساقطه هتلاقي ايه، ظهرت معاك في الغرفه اللي تحت، فبالتالي بنروح نجي عاملينها مقلوبه فبتطلع معاك في الجدار ده تندفن مفيش فيها اي مشكله. دي حته الجزء اللي كانوا قلناه المره اللي فاتت قلت لكم هتبان معانا ايه لما نيجي نشتغل الفيلا. طبعا دلوقتي هنبدا بس ايه نلون المشروع بتاعنا كله بالخط الابيض ده، وده قلنا هنخليه داش لونه اخضر. بعد كده هناخد ده برضو زيه، نبدأ بس نقفل ده. ناخده بفلت. طبعا احنا كلهم بأمرية واحدة، فانا ايه نمسحهم بأمر فلت، رجعهم بس الأعمدة. هبدأ برضو اقفل ده. هعمل ترم،
دلوقتي قلنا ان احنا ممكن نخلي دي كده ونخلي دي كده ونخلي دي كده. تبدأ بس ايه يعني، انا قفلت الكاميرا دي، الكاميرا دي دلوقتي الكاميرا دي رامية على دي ورامية على دي، الكاميرا الصغيرة دي هتشيلها، ما يفضلش انك تعملها اكتر من ثلاثة يعني، ما تبقاش كاميرا رامية على كاميرا رامية على كاميرا رامية على كاميرا رابعة، لا انت خلي بالكتير قوي بثلاثة تمام، عشان بس لو حصل مشكلة في الكاميرا ما تلاقيش السيستم وقع منك. قلنا ممكن نعمل دي وممكن لأ حسب، بس في جدار هنا فوق فسيبها عشان تشيل معاك الجدار اللي فوق، في جدار هنا تمام، فانا يفضل عادي اسيبها عشان تشيل معاك الجدار اللي فوق. انت لما بتيجي تعمل الانشائي بتبص على اللي تحت، بحيث لو عندك قمر صاد هينزل تحت تبقى شايف هينزل فين، وبرضه بتبص على اللي فوق. انا دلوقتي هشيل ايه الجدران اللي فوق، وابص على الحمامات والمطابخ فين فوق عشان ابدا اهبطها في السقف، يعني سقف الارضي اهبط فيه حمامات الاول، سقف الاول ههبط فيه حمامات الملحق تمام، بتبقى سابق بايه برقم. عندي دي ممكن تستغنى عنها عادي، ممكن بعد كده تعمل الكاميرا دي، ممكن تخلي الكابولي، قلنا حاجة زي دي بنخلي الكابولي الصغير، يعني انا لما اجي اخد الطول ده باخد الطول ده، هل ان ده 1.20 وده 1.70؟ لا، انا اخلي 1.20 هو اللي يشيل 1.70، اخلي الصغير هو اللي يشيل الكبير في الكوابيل تمام. طبعا دي كوابيل معانا بتاعة الدرج البروز بتاعنا كده، هنا برضو ده خلاص اتقفل. هنيجي بقى على ده، انا قاصد بس ان انا ابدأ المنشأ الاولاني بسوليد سلاب، بحيث بس الموضوع يبقى سهل شوية ويبقى عندنا كاميرات كتير فنعرف ندخلها على اليتابس. انا كنت ممكن اعمله فلات سلاب وامرح جاي عامل كاميرا مارجنال بيم بس على الخارجية وكل اللي جوه ده ملغي، بس احنا خلينا برضو يبقى عندنا كاميرات كتير بحيث نعرف نعملها في دي اكس اف ازاي تمام. طبعا هو الغرض من المشروع ان هو المشروع يبقى سهل او بسيط في الاول، بحيث ان ايه الموضوع لسه اول مره ما يبقاش صعب على الناس. طبعا احنا قلنا ان انا السقف الاخير لا بيبان فيه حمام ولا بيبان فيه ايه درج، متفقين احنا الحصه اللي فاتت ان احنا لا بيبان معانا حمام ولا بيبان معانا درج، وقلنا ان احنا بنقطع في نص الدور بنبص لفوق، فاخر دور معايا لا بيبان فيه حمام ولا هيبان الدرج معايا. لو جيت بس اخد ماتش من ده، ده كده خلاص احنا كده تقريبا قفلنا الاستاتيكال سيستم بتاعنا، قفلنا الكاميرات مين شايل مين متشال، رصينا الاعمده بحيث ما تتعارضش مع المعماري تمام. انا ممكن بس ايه ابدا امسح الاعمده دي، ده كده بالنسبه للدور الارضي. الدور الاول ايه الملحق موجودين معايا، انا دلوقتي خلاص تقريبا حطيت الاستاتيكال سيستم، عايز بعد كده ابدا ادخل المنشأ اي تابس تمام. علشان ادخل المنشأ ايتابس في طريقتين، ان انا اقعد اخد دي محاور واروح ارسم على البرنامج زي ما عملنا اول محاضره، يا اما الحاجه التانية ان انا اعمل حاجه اسمها دي اكس اف واصدر من الكاد الايتابس باستخدام الملف دي اكس اف ده. فاحنا اول محاضره خالص شرحنا ازاي نرسم على البرنامج ونستخدم اوامر ميرور وكوبي والكلام ده، فخلينا المحاضره دي نعرف ازاي نعمل دي اكس اف ونصدر للبرنامج تمام. هنبدا نعمل اول حاجه ثلاث ليارات، انا دلوقتي عندي عمود كاميرا بلاطه، لو انا عندي اكتر من بلاطه بدخل كل بلاطه بلاير، فانا دلوقتي هيبقى عندي صفر بيم، طبعا انا بسمي صفر في الاول علشان يبدا يظهر معايا الموضوع في اول الليارات. تاني حاجه صفر قلم وهديه اللون الاصفر، عندي بعد كده صفر سوليد سوليد وهديه اللون البنك مثلا تمام واقفل. انا دلوقتي هختار اول حاجه هي اللير، انا طبعا العمدان دي لازم افجرها، العمدان دي لازم افجرها. اول حاجه هشيل الهاتشات اللي معايا دي مش محتاجها دلوقتي، خلاص الاعمده معايا اهيت، انا هقوم رايح جاي معلم على الاعمده ولير ايزوليت، وهقوم رايح جاي معلم عليها كلها واقول له دخلها لي في لير القلم. فكره ان انت تدخل صفر قبل اللير بتلاقي اول اللير بتلاقيها في اول ايه الليرات، مش هتقعد تدور تحت، فلما بتدخل صفر جيم او صفر كولم او صفر سوليد بتلاقيهم ايه في اول ايه منظومه الليارات اللي عندك. فاقوم راح جاي مدخلها في الكوبي في الكولم دي، هتلاقيها متحوله متهمه لاصفر، ده ما دخل ده دخل معانا، بس ايه خلاها كلها باي لير كده. انا خلاص ضمنت ان العماده كلها خدت ايه لير العمدان. خلاص دلوقتي باقي لي لير الكمرات ولير البلاطات. طيب انا ارسم الكمرات ازاي؟
انا شخصيا بفضل الطريقه دي وشايفها سهله، ان انا هقوم رايح جاي جايب لير البيم واقول له اكس لاين تمام، واقف هنا في النص اكس لاين فيرتيكال، واقول له هنا في النص ادي الكاميرا دي، واقف هنا ادي الكاميرا الطويله دي، واقف هنا ادي الكاميرا الطويله دي، في عندي هنا كاميرا طبعا عايز اخد من النص بتاعها، فاقف شيفت كليك يمين ميد بتوين تو بوينت، واقف هنا وهنا هتلاقي خدها لك في النص. تاني هقف كاميرا زي دي هقول له شيفت كليك يمين ميد بتوين تو بوينت، هتلاقيها اتاخدت هنا. تاني شيفت كليك يمين ميد بتوين تو بوينت، هتلاقيها ايه جت هنا. في كاميرات رأسية تانية زي دي، عندي كاميرا رأسي تاني فين فين، في واحدة هنا اهيت تمام. طبعا هتشوف فكرة الاكس لاين دي هتبقى اوفر ليه دلوقتي. بعد كده باخد الاكس لاين واخليه هوريزنتال افقي، وابدأ اخد هنا في نص الكاميرا، هنا في نص العمود اهوت، هنا في كاميرا زي دي، هنا في نص العمود. الناس شايفة اللون الأحمر ده في اللايف؟ هبدأ برضو ميد بتوين تو بوينت، هنا برضو نفس، هنا في عمود اهوت خلاص، هنا ميد بتوين تو بوينت، هنا في عمود، هنا في عمود، هنا في عمود. كده انا تقريبا خلصت الكاميرات الهوريزونتال اللي معايا تمام. ملاحظين حاجة؟ ملاحظين ان الهوريزونتال هنا ماشي مع ده، يعني انت لما بتاخد الكاميرات دي بتلاقيها ماشية معاها، بس مفيش مشكلة احنا عشان اول مرة لا خلاص، يعني انت خلينا ايه نشتغل على حاجة واحدة. فانا دلوقتي بعمل دي اكس اف للدور الارضي، بقعد بعد كده ترام مسطرة تي ار مسطرة وامسح الخط ده تي ار مسطرة وامسح الخط ده تي ار مسطرة وامسح الخط ده تي ار مسطرة وامسح الخط ده، اللي هي الحدود الخارجية. هبدأ بعد كده اعمل ترم للخطوط دي من جوه، يعني اقف على ده امسحه، هقف على ده امسحه، اعمل ده فلت مع ده. الناس اللي بتبعت رسائل في الوقت اللي زي ده يعني مش وقته خالص. هنقف على ده، ده برضو بنمسحه من هنا وده نمسحه من هنا. ده طبعا تعمل ده فلت مع ده. انا طبعا بقى ايه بحاول امشي الخط بس ما بين الكاميرات، فلت ده مع ده، فلت ده مع ده، بتلاقي الارقام كلها عندي. ده مش دي مش كاميرا فبتقف على دي. طبعا راعي ان فكرة الاكس لاين ان انت كده بتضمن ان النقط كلها متلاقي في نقطة واحدة، يعني انا دلوقتي مش هقدر ارسم خط وهل هو وصل لهنا ولا لا. انا بالطريقة دي ضمنت ان ايه لما اجي اعمل ترم كده خلاص ان الخط ده رام على ده، مش محتاج ان انا اشيك عليها واقعد ازوم واشوف النقطة فعلا هما نقطة واحدة ولا نقطتين، لان دولت لو نقطتين هتبقى مشكلة عندك في الريتابس ان انت كده مش باينة مين شال او مين متشال. ده برضو معاها طبعا، ده كان مسحناه، فهناخد ده كده فلت ده مع ده وتي ار مسطرة تقفل ده كده. حد شايف تاني في كاميرات ناقصة؟ تقريبا كده كل الكاميرات اتعملت. هنبدأ بس ايه في كاميرا هنا هي برضو لسه. طب انا عايز اشوف برضو الموضوع ده، لو انا جيت دخلت اللاير ودخلت تخانة ولتكن 3 من 10 وجيت شغلت اللاين ويت ده، هتلاقي ايه عشان برضو تبان معاك اكتر. انا كده ضمنت ما عنديش كده كاميرا ما مش معمول لها ايه اللاير بيم. ده كده بالنسبة لي للدور الارضي تمام. لسه البلاطات، فانا هقف هنا. خلينا فاكرين بس ان ده هو الفراغ اللي عندي تمام، مفيش عندي فراغ تاني، حتى السلم هندخله بلاطة. فهم راح جاي عامل لير ايزوليت واشغل لير البلاطات. الفكرة بتاعت انك تخلي البلاطات تترسم بالطريقة دي ان انا لو عندي بلاطة دي فلات سلاب والبلاطة دي سوليد سلاب بقدر اعملها بالطريقة دي، من ان انا ارسم بولي لاين خارجي وابدأ افرغ من الداخل. فبرسمها بامر باوندري بي او مسطرة بيج بوينت، واقول له ان البلاطة دي بقت سوليد سلاب واقول له مسطرة، هتلاقي ايه علمها لك تمام. طب البلاطه دي لو فلات سلاب اروح اجيب لير فلات سلاب واقول له باوندري واضغط هنا كده خلاص بقت فلات سلاب. نفس الموضوع لو دي مثلا هوردي اجيب اللير الهوردي وباوندري وتيجي هنا. فالفكره دي بتقدر تتحكم لو انت عندك اكتر من بلاطه او اكتر من سمك تقدر تشغلها بيها. فانا هكمل عادي باوندري كل البلاطات اللي عندي
التلاتة دول بس اللي مجوش. خلاص كده انت تقريبا لو جيت عملت لاير ايزوليت هتلاقي كل دي البلاطات اللي معاك ما عدا الجزئية دي اللي احنا قلنا دي فراغ. ده كده خلاص الدي اكس اف ده بتاع الدور الارضي خلص. نفس الكلام اللي عملناه هنكرره تاني هنا. هنقف كده اكس لاين فيرتيكال، نبدأ بالفيرتيكال. هقوم كليك شيفت كليك يمين ميد بتوين تو بوينت، وقف هنا وهنا هيحط لك الخط في النص. هنا خلاص مش محتاج ان انا اعملها لان عندي العمود، ممكن اقدر ارقط من النص. هنا نفس الموضوع، في عندي فيرتيكال تاني، عندي في هنا فيرتيكال تاني شيفت كليك يمين ميد بتوين تو بوينت، عندي نفس الموضوع هنا، فين تاني في هنا باخد النقطتين فتلاقيه رسمها لك في النص ما بين النقطتين بالظبط. عندي برضو كاميرا زي دي، في فيرتيكال تاني ما اتعملوش. اخد الهوريزونتال اكس ال مسطره اتش مسطره بتشغل لك الهوريزونتال. ادي كاميرا، ادي كاميرا، وادي كاميرا، وهنا في واحده، وهنا في واحده، وهنا في واحده، ودي اخر واحده معانا. تمام، هبدا اعمل برضو دي كده بالشكل ده. هبدا اقف زي ما قلنا بنقفل بس ايه الحدود الخارجية، نبدأ نشيلها. بعمل فيلت لدي مع دي، بعمل ان الكاميرا دي منتهية هنا. تمام، الكاميرا دي منتهية هنا، الكاميرا دي منتهية على الخط ده، دي اللي شايلاها. الكاميرا دي ملهاش امتداد تاني. عندي هنا ده فيلت مع ده تكبولي. عندي دي منتهية برضو هنا، الكاميرا دي منتهية برضو هنا، ودي زيها. عندي الكمرتين دول منتهيين هنا وزيها برضو هنا. برضو قلنا الفكرة دي بتبدأ تلاقي عندك ان المنشأ يعني ايه الكمرات كلها متقاطعة في نقطة واحدة. عندك ده كده اكس لاين فيرتيكال الشكل ده، ده فيلت، ده مش مستمر مع ده، مش مستمرة للداخل، ودي برضو ما هيش مكملة هنا، دي هي اخرها هنا فنقطعها. هنيجي برضو هنا دي هتلاقيها برضو اخرها هنا فتقطعها، ودي تلاقي اخرها هنا فايه فتقطعها كده. انا برضو لو جيت جبت ايه اديت للاير دي تخانة 3 من 10، هبدأ ابص الاقي ان كل الكاميرات بقت ايه معمول لها لاير. يبقى انا كده لسالي برضو حتة البلاطات بس، فاقف على الكاميرات واعمل لها لير ايزوليت، واقف على اللير بتاعت الستوريت واشغلها. تمام، وبعمل بباوندري، هقف اعلم عليه ده، افصل بس اللاين ويت عشان تبان معاك. بتلاقي كل ده خلاص اتعمل اهوت. باوندري تاني اعلم على دول، دي فراغ، ودي عندي بلاطة السلم. لو جيت اشوف بس اللي اتعمل، اعمل لير ايزوليت، مثالي رسمت دي مرتين، لا ما رسمتهاش خلاص. ده كده بالنسبة لي بلاطات ستورد سلاب. باقي معانا اخر جزء اللي هو الروف او الملحق اللي معانا. هنقف برضو بلير الكاميرات، نعمل ده فيرتيكال، ده فيرتيكال، وعندي ده، وعندي ده، عندي بعد كده ده الهوريزنتال، عندي ده وده وده وده. وابدأ برضو اعمل فيلت للحدود الخارجية، في هنا معاك زي ده، ابدأ برضو زي ما قلنا ان انت الكاميرا دي ملهاش امتدادات في الخارج فخلاص، ودي زيها الكاميرا دي ملهاش، الكاميرا دي ملهاش، الكاميرا دي فيرتيكال كده. برضو خلاص الكاميرات كلها اتعملت. نبدأ نعمل بلاطات السوليد اللي عندنا، نختار اللير ونفتحها، اقفل بس اللير العمدان عشان تبقى البلاطة مغطية العمود. لو جيت عملت لير ايزوليت هتلاقي دلوقتي عندي البلاطات خلاص كلها مرسومة. دلوقتي خلاص انا خلصت الدي اكس اف للتلاتة، الارضي والملحق والعلوي. ببدأ اسيفهم ازاي؟
قلنا اول حاجه علشان تنقلها للايتابس بشوف نقطه ثابته ابدا انقل منها المنشا وبعد كده اكرره عليه. فبعملها ازاي الحركه دي؟ انا دلوقتي مش محتاج من الليارات دي، هقفل كله، محتاج بس ان انا يكون معايا البيم والقلم والسوليد بس، مش محتاج اي ايه ليارات تانية. واخدهم كده كليك يمين في اي فولدر جديد واوقفهم كده معايا. هبدأ بعد كده اعلم على ايه معماري الدور الارضي الدي اكس اف بتاعه، وانسخه من النقطة الثابتة اللي هي ولتكن هيبقى العمود ده، بس لازم العمود ده يكون فوق. فلو جينا بصينا العمود ده مش هيبقى موجود في الملحق، تمام؟ فاحنا خلينا ناخد من العمود ده اللي هو ده اللي هو ده، يبقى دي بالنسبة لي هي النقطة الثابتة. فانا هنسخ من العمود ده واحطه هنا، اقول له صفر وصفر واقول له انتر. لو جيت دخلت دبل كليك على السكرول هتلاقي ايه، نقل لك المنشأ ده لصفر وصفر. هقف عليه كده واقول له دبليو مسطرة، هقول له ودهولي بخانات المتر. فين المتر؟ هنا المتر، تمام. واقول له اوكي، هختار المكان بتاعه، هنعمل هنا مثلا نيو فولدر هنسميه دي اكس اف، ويبقى ده بالنسبة لي دي اكس اف واحد. واقول له اوكي، اشيله من مكانه واروح اخد المنطقة دي واقول له انسخولي من نفس العمود لصفر وصفر. هلاقي منسوخ اهوت لصفر وصفر، اعلم عليه واقول له دبليو واقول له بالمتر فين، ونسميه رقم 2 واقول له اوكي. اشيله برضو من هنا، اروح اخد ده من النقطة دي واقول له صفر وصفر واقول له انتر، واخده من هنا واقول له دبليو بوحدات المتر واقول له هنا سموه لي 3 واقول له اوكي. ممكن اسف ده اسيف ده كله ولا يكون اي ملف. لو انا جيت قفلت الملف ده ورحت دلوقتي فتحت الكورس بتاعنا الدي اكس اف، لو جيت فتحت ملف واحد هلاقي مش موجود فيه غير ايه الدور الارضي، لو فتحت ملف اتنين هلاقي مش موجود فيه غير الدور الاول، لو فتحت ملف تلاتة هلاقي مش موجود فيه غير الدور التالت. الحركة دي بتوفر عليك بدل ما كنت تاخد كل لوحة وتحطها في ملف كاك جديد وتنقلها لصفر وصفر وتقوم رايح جاي مسميها، كنت كانت بتتعب يعني. كانت في ناس برضو بتعمل الحركة دي، ان انت دلوقتي عندك المنشأ ده هتقوم رايح جاي واخده تقول له كنترول سي كنترول ان افتح لوحة جديدة، تمام، وتقول له كنترول في وتاخد المنشأ من هنا وتنقله لصفر وصفر كده، وتقوم رايح جاي عامل كنترول شيفت از وتسيف الملف دي اكس اف في الجزء الفلانيه. فالحركه دي بتوفر عليك، تمام. فحركه ان انت تتعلم على المنشا وتاخده بامر دبليو ده وتقوم رايح جاي ناقله لصفر وصفر بتمشي معاك كويس. فاحنا خلاص خلينا دلوقتي، انا دلوقتي عندي التلاتة دي اكس اف، علشان تفتحهم على تابس تتاكد ان انت قفلتهم، تأكد ان انت قافلهم، الايتابس مش هيقبلها لك. وانت مش يعني انت لو في لوحة موجودة معاك هنا وعايز تصدرها للايتابس لازم تكون مقفولة عندك على الكاد، الايتابس مش هيقبلها، تمام. هنبدأ نفتح معانا ملف الايتابس، دلوقتي خلاص ده ملف الايتابس فتح معانا. قلنا اول حاجة هنعمل فايل نيو موديل، طبعا قلنا ان احنا ممكن نختار الاختيار التاني ده لو احنا معرفين الوحدات قبل كده، احنا عرفناها اوريدي قبل كده اول حلقة، فانا هختار اللي هو الفروم موديل ده واقول له اوكي. وهو كانت ايه الملف اللي هو كان رقم واحد ده، لما اقول له اوكي هقول له ان انا عايزها بلانك مش عايز اي جريدات، تمام. انا عندي عدد الادوار 3، ارتفاع الدور الارضي هيبقى 3.5، والمتكرر هيبقى 3.25. خلاص واقول له اوكي. لو انا جيت دخلت على الديفاين ماتيريال هلاقي عندي كونكريت متعرفه زي كل مره اللي احنا عرفناها المره اللي فاتت، ومعرفين الاف سي يو، كل الكلام ده احنا عملناه اول محاضره. الحديد هتلاقيه برضو متعرف معاك، تمام. فدي الفكره ان انت لما بتدخل الاختيار التاني اللي هو انا عندي موديل سابق قبل كده بتوفر عليك كل التعريفات، ان انا برضو كان عندي الكاميرات اللي هي 20x60 كانت متعرفه عندي، تمام. وتلاقي برضو الرينفورسر بتاعها كانت مومنت وكانت واخده الكفر والكنات وكل ده بتلاقيه ايه متعرف. فانا دلوقتي هبدا اعمل
امبورت للملف الدي اكس اف اللي انا عملته، فهاجي دي اكس اف اركتكتشر بلان من الاختيار ده، بقف على فايل امبورت دي اكس اف دي دبليو جي فايل اركتكتشر بلان. تمام، هنختار الملف رقم واحد ونقول له ان ده كده بالنسبة لي وحدات المتر، ان ده بيسمي الدور الاول، وتأكد ان السكيل فاكتور ده بواحد. السكيل فاكتور ده لو مش بواحد هيحصل عندك ايه، خلل في الوحدات، وهتقول له اوكي. طيب هو فين اللي هو ما جاش ليه؟ انا دلوقتي لما اجي، بس خلينا نبقى شاشة واحدة عشان تبقى الصورة واضحة. هبدأ انزل، بنزل بالسهم ده، انا كده في الدور التاني. انزل بالسهم ده، انا كده بقيت في الدور الاول. تمام، طبعا الاعمدة موجودة بس عشان هي باللون الاصفر فايه اللير مش باينة. طب انا هبدأ ارسم ازاي دي اكس اف؟ عندي الموديل اكسبلورر دي اللي ببدأ ارسم منها. دي لو مش موجودة، مش موجودة بالشكل ده، بروح على اوبشن واقول له شو ميدل اكسبلور. هنقف بعد كده على الديسبلاي ونقول له افتح الموديل، افتح معايا الليارات اللي انا جايبها، هتلاقيها موجودة معاك اهيت، البيم والقلم والسوليد. هاجي اقف على القلم واقول له كليك يمين اد تو قلم اوبجكت، الاعمدة اترسمت. لو جيت خدت ال 3 دي وخليتها اكسترود، هتلاقي كل الاعمده ايه اترسمت بامر واحد. طبعا ده فرق كبير بين اللي احنا بنقوله دلوقتي وبين الساب. طبعا احنا ما عرفناش الوحدات ولا عرفنا اي حاجه، لان احنا اساسا مختارين موديل. التعريفات دي كلها كانت في اول محاضره، لو حد ما اتفرجش عليها هيلاقيها موجوده في اول محاضره. تاني حاجه عايز ارسم الكاميرات، هقف على لير البيم ده واقول له يا عم الحاج اختار لي قطاع الكاميرا بتاعي اللي هو البيم ده، واقول له على البيم كليك يمين اد تو بيم اوبجكت اوتوماتيك. بص اترسمت. التابس جميل جدا في الموضوع ده، طبعا اللي احنا بنقوله ده لا يمد للساب باي صله. البلاطات، هقف على اللير بتاع امر البلاطات اللي احنا قلنا الثلاثه دول بيرسموا البلاطات، فبختار الامر ده واقول له ان انا عندي اسلاب 15 واقول له اد تو اريا. البلاطات اترسمت، وعشان تشوفها برضه لو ضغطت على ده هتلاقي البلاطات كده مرسومه معاك ما عدا ايه الجزئيه بتاعت المنور دي. نيجي نستورد الدور اللي بعده، هنقول له فايل امبورت دي اكس اف، اختار لي الدور ده واقول له ده بقى بالنسبه لي ستور 2. الناس اللي كانت بتسال لو عندي اكتر من دور ادخله على الايتابس ازاي، تمام، اقول له اوكي. هيبدا يظهر معاك بعد كده الدور الثاني، تمام، ده الدور التاني معايا اهوت. لما اجي اخد الزيرو بيم هقول له اللي هي البيم دي، هقول له ارسمها لي اتو بيم زي ما انت شفت كده اترسمت اوتوماتيك. الكولم كليك يمين اتو كولم، اترسمت الاعمده. السوليد هختار البلاطه واقول له كليك يمين اتو اريا، البلاطه اترسمت. اطلع الدور اللي بعده فايل امبورت دي اكس اف، الدور الثالث خليها لي في الدور الثالث واقول له اوكي. هتلاقيها ظهرت معاك هنا، هنقول له البيم، ارسم بس الاعمده الاول، ارسم بعد كده البيم، ارسم بعد كده السوليد. لو جيت خدت ال 3 دي المنشأ اترسم معايا. ده كده ان انا صدرت التلاتة موديل، عملت لهم دي اكس اف وصدرتهم ورسمتهم. طبعا اللي احنا قلناه ده اللي استخدم ساب قبل كده هيعرف ان الموضوع سهل جدا جدا عن برنامج الايه الساب، اللي هي تابس اسهل بكتير. ده كده الفيلا اللي معانا، الدور الارضي الدور الاول وده الملحق. تمام، لو انا عايز اظهر بس الاعمده لوحدها هقول له سيلكت اوبجكت تايب، وبقول له اختار لي الاعمده لوحدها واقول له سيلكت واقول له كلوز، كليك يمين شو سيلكت تقول لي، هتلاقي ظهر لك كل الاعمده. طبعا انا ما عدتش محتاج الدي اكس اف بتاع الكات ده، مش محتاجه عشان بس ما يلخمنيش في الرؤيه، فبقف على علامه الصح. قلنا ان الصح دي بقدر اظهر منها حاجات كتير، من ضمنها برضو ان انا الاركتكتشر بلان ده هقول له ايه مش عايزها. لما بخفي علامه الصح كده هو يخفيها لك من البرنامج، هقول له اوكي هتلاقي اختفت من البرنامج. ده كده عندي شكل الاعمده الموجوده عندي بتاعت ايه المنشأ. هتلاقي أعمدة عندك طالعة دورين فعلا اهيت، وفي أعمدة طالعة 3 أدوار، هتلاقي الأعمدة كلها منطبقة مع بعض. لو أنا جيت علمت كده هيقول لك إن أنا عندي واحد جوينت سيلكتد. أنت لو علمت على أي نقطة التقاء دورين مع بعض
لو علمت على النقطة دي تمام وقال لك ان دي تو جوينت سيلكتد، انت كده يا باشا عندك خطأ في الموديل، لان لازم دولت الاتنين يكونوا نقطة واحدة تمام، بحيث ان الحمل هيمشي من فوق لتحت في نقطة واحدة. طبعا الحركة دي انت بتضمنها بان انت بتنقل المنشأ من نقطة ثابتة في كل اللوح لصفر وصفر. ممكن يبقى عندك اسانسير، ممكن يبقى عندك السلم، احنا ناقلين من عمود السلم على فكرة تمام، لان ده اللي ايه موجود معايا من الاول للاخر. فدي كده كل الموضوع، ان انا دلوقتي عندي اعتقد الموضوع مش صعب يعني. الدي اكس اف الطريقه اللي انا شرحتها دي كل شيخ وليه طريقته زي ما بيقولوا، بس انا شايف ان الطريقه دي كانت من اسهل الطرق. دي طريقه الدي اكس اف بتاعت الايتافس، انت بترسم العمدان بلاير لاين، الكاميرات قصدي بترسمها بامر لايم، الاعمده بتقوم رايح جاي معلم على الاعمده كلها، لازم تكون الاعمده بولي لاين او ريكتانجل تمام. انت اوريدي راسمها ريكتانجل، فبتعلم على الاعمده وتحطها ايه في امر في اللير بتاعتها. طبعا على الساب كنت بتقوم رايح جاي عاملها جوينتات تمام، اللاين كانت بتبقى كاميرات فعلا في الساب والتابس. طبعا البلاطات في الساب كنت بتعملها 3 دي فيس ربع في ربع، وتمشي بقى تقاطع الشلات مع تقاطع الكاميرات مع تقاطع الجوينت بتاع العمود. اما هنا لا، الموضوع في الباوندري وتقوم رايح جاي عاملها، والتابس بيعمل لك اوتوماتيك للسلاب مش، هو يقسمها لك نص في نص ربع في ربع زي ما انت عايز وحسب امكانيات الجهاز بتاعتك، لان كل ما بتكتر المشات الموديل بياخد وقت في الحل. لو انا عايز اظهر المنشأ تاني كله بقول له شو اول اوبجكت، هتلاقي المنشأ كله ظهر معاك. لو انت عايز تتحكم انت مثلا تقول له اظهر لي كل ستوري بلون، لو انا جيت وقفت من علامة الصح دي وقلت له باي ستوري مثلا وتقول له اوكي، هتلاقي عندك كل دور ظهر بلون. لو انت عايز تظهرها مثلا بالعناصر، يعني العمدان لون، الكاميرات لون، البلاطات لون، فبتختار سيكشن بروبرتيز وتقول له اوكي، هتلاقي عندك الاعمده خدت اللون البينك، الكاميرات خدت اللون الاصفر، البلاطات خدت اللون الاخضر. ايا كان بقى الشكل اللي انت تحبه بتبدا تختار من هنا وهو يطلعها لك بالماتيريال، عشان لو عندك ماتيريال مختلفه بتلاقي خلاص لا كله خرسانه واخده النوع الماتيريال ده. لو انت جيت مثلا لو ممكن تعمل عمودة جروب مثلا معين وهكذا. فاحنا خلينا بالاوبجكت اللي هو الديفولت بتاع البرنامج ده. كده بالنسبه لي شكل المنشأ في ال 3 دي. طبعا قلنا ان حته رسم المنشأ دي الموضوع بسيط جدا على الايتافس، كل استخداماتك من القائمه الديسبلاي من المودل اكسبلورر تمام. لو مش موجوده قلنا انك بتظهرها من الاوبشن من الاختيار ده، وبتبدا تقف على البيم اد تو بيم، تقف على الكولم اد تو كولم، تقف على السوليد اد تو سوليد. لا بقعد ارسم بايدي ولا بشغل دماغي خالص بالكلام ده، فالموضوع فعلا يعني على تابس سهل جدا. انا كده حصلت النهارده كده خلاص خلصت، ان احنا حطينا العمدان، عملنا دي اكس اف، صدرنا الموديل. الحصه الجايه هنبقى نحط الاحمال ونبدا نعمل اناليسز للموديل ونبدا نصمم. كده الحصه خلاص ما تمام كده. في اي مشكله معانا كده؟ حد عنده طيب اي سؤال قبل ما نقفل؟ كده الحصه خلاص خلصت، نوقف بس التسجيل.